نوصل للعذراء يلي رح ترعى الكواكب وبتوعده بالأفضل بهالأسبوع المختلف، لكن مع اختلاف توزيع الكواكب بأماكن معاكسة بخينات فلكية صعبة ومع انتقال عطارد لينضم للشمس بالجوزاء، هالأمر بخلي الجو العام بطيء وغير مناسب. البداية وجود القمر بالعقرب نهار السبت والأحد يلي بيقدم لك أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بترفقك وبتكون نظرتك للحياة متفائلة وإيجابية. فترة تعارف تلاقي وانسجام ومصالحة أيام تسمح لك بالربح على ذاتك وعلى غيرك بالطاقة الفكرية والأفكار الذكية، لكن بتتبدل الظروف مع انتقال القمر المكتمل لبرج القوس الاثنين والثلاثة يعني لمواجهة مع برجك وبشكل مربع فلكي مع الشمس من الجوزاء، ما يعني عليك أنك تكون منتبه من التوتر ومن المزاجية. أيام دقيقة صعبة مليانة بالتشنجات والتساؤلات ممكن تظهر خلالها مشاحنات أو مع الأولاد أو أزمة قانونية أو مصرفية في عندك، لكن مع كل هالظروف الصعبة بنوصل للفترة الأهم الأربعاء والخميس، وصول أمر للجدي التراب الصديق بخلي الأحوال تتحسن 100% لقدام لصالحك وبتنفتح الأبواب على التقدم والنجاح والارتقاء والإنجازات المهمة. تختم الأسبوع مع مثلث فلكي بين القمر بالدلو والشمس من الجوزاء نهار الجمعة، بتتحرك الكثير الكثير من المعاملات والأمور المصرفية اللي رح تستفيد منها، بالإضافة لحركة الكواكب زهرة وأورانوس بالثور يلي بيحملوا لك المزيد من الفرص النجاح والتقدم وبيحملوا لك معهم السلام الداخلي والثقة بالنفس وأجواء ولا أجمل، لأنه أنت إنسان أفكارك ذكية وسرعة خاطرك أقوى من الأسابيع المهمة والفعالة والبناءة. عاطفيا بعدك عم تدعم بوضع فلكي ايجابي مميز حلو دافي رومانسي تحت تاثير كوكب الزهره من برج الثور التراب الصديق اللي بخليك تفيض حنان واهتمام وعاطف، رح تنعم العلاقه المتينه بالمزيد من المتانه ورح تلمس تعاطف صادق من الشريك والاهل والاولاد. اما العازب بيتحدث كوكب الحب عن جديد بحياتك العاطفيه والشخصيه، بتفكر ابتداء من هالاسبوع بعلاقه جديه وثابته، كمان بنقول لك الف مبروك.